اتعلمت خطوتين دلوقتي في البطوله، وان شاء الله انا بطمع ان انا اخد البطوله دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. محمد احمد، كنت متسابق في مسابقه الشطرنج بتاعت السيا، هي مسابقه كويسه، واحد بيكسب منها خبره لانه بيلعب ناس مختلفه، ناس عندها خبره. انا ما يعني ما حالفنيش الحظ اللي انا اكسب في اخر تصفيات، بس ان شاء الله هقدم تاني في المسابقه الجايه، وان شاء الله هحاول ان انا اكسب المره الجايه ان شاء الله. شكرا لك. بشكر هنا القائمين على السعي هنا ان هم بينظمونا البطولات، بشكرهم جدا على مجهوداتهم.